السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في الاوبن ستريت ماب، لو انا بعمل نمذجة لمبنى زي دوت اهو، طيب عايز اعرف هو كام دور، ممكن اقعد اعد من هنا بس مش دقيقة. في بقى ميزة حلوة قوي، لو احنا ماشيين مثلا بالعربية ومشغلين كارتة فيو زي ما انت شايف كده، بتبدأ تشوف الشوارع تمام اهو، هتقدر من خلال الكاميرا بتاعت العربية، ومش لازم عربيتك، ممكن يكون حد كان ماشي في الشارع فصور المبنى دوت، فعرفنا ان ده دور 2 3 4 5، فنروح كاتبين ان ده مبنى ونكتب ان ده مثلا 5 ادوار، ويقول الدور مثلا قول مثلا 18 متر، وهنا مدينة الرحاب، وهنا الشارع تمام. فتخيل ان انت وانت ماشي بس حاطط الموبايل ببرنامج اسمه كارتا فيو، يبدأ يصور لك الشارع، فطول ما انا ماشي من غير ما اكون ببذل اي جهد صورت الطريق كله لأي حد هيجي بعديه. طبعا مش انا اللي مصور الطريق دوت، معرفش مين الصراحة تمام، بس اهوت. فبنقدر نتخيل شكل الشارع، ونقدر ان احنا نعرف كام دور وارتفاعه قد ايه، وساعات بيبقى فيه اسم المحل، فتقدر تكتب اسم المحل اللي موجود فيه الخدمات تمام، وممكن يكون في مبنى فمكتوب اسم المبنى، الحاجات دي كلها. وهو اوتوماتيك لما يكون في صورة شخص هو بيحذفها، لما يكون في صورة رقم عربية هو بيحذفها، يعني هو اوتوماتيك في جزء بتاع الخصوصية مهتمين بيه تمام. ممكن تتحرك من هنا بحيث ان انت تبقى متخيل ارتفاعات المباني. فده برنامج اوبن سورس، ناس كتيرة شغالة بيه في العالم كله. ما اعتقدش ان جوجل او اي شركة تانية تقدر انها تنافس حاجة زي كده، لان دي ملايين المتطوعين هدفهم ان هم يعملوا خدمة عامة للناس كلها. فواحد بيصور في الشارع، واحد بيبدأ يعمل الموديلنج زي حالاتي تمام، وهكذا. انا بصور الصراحة في الشوارع اللي انا ماشي فيها بالعربية، بس انا ما بعرفش اسوق في مصر، ما عنديش المهارة الكافية كده يعني تمام، يعني لو ابقى اتعلم هاخد كورس فيها ماشي. فبنبدأ نمذجة، ومن خلال الشارع الصور اللي في الشارع بنقدر نخمن الارتفاعات بتاعة المبنى.